لو طلب من محرزية العبيدي الاستثمار شخصيا في الخمور توافق؟ لا انا اقول بصراحه لا، انا راني قبل ما نكون سياسيه انا بنت الشيخ محمد العبيدي يعرفوه في جرومباليا، اذا هذه قناعاتي الشخصيه، ولكن لما يعطوني مهمه وباش نكون كما قلت انت مسؤوله على قطاع نحاول ما نظلم حتى حد، لانه ذاك من الالتزام.